سواه، وتحميها المادة الثامنة من الدستور التي تعطي الحزب وكالة حصرية لحكم البلاد والعباد. من أجل تجاوز هذا الإرث ومفاعيله من استبداد وقمع للحريات، واظب السوريون على خروجهم اليومي في مظاهرات عمت أرجاء البلاد. هو الهتاف بمواجهة فوهات المدافع، ذلك أن المظاهرات السلمية غالبا ما تواجه بالرصاص القاتل. وحده النظام وإعلامه لا ينفكان يرددان رواية المندسين والمتآمرين المتحالفين مع دول استعمارية وامبريالية وفق توصيفات يستعيرها من قاموس الحرب الباردة. حي مجلس الوزراء جهود قواتنا المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي على تنفيذ مهامها الوطنية باستعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة. لمواجهة هذه المؤامرة التي يتحدث عنها النظام، تستعد دباباته اليوم لدخول معرة النعمان. والنظام الذي أعلن أن توجهه للبلدة يأتي تلبية لطلب أهلها، يواجه مفارقة فاضحة، ذلك أن الداعين المفترضين لدخول الجيش فر 70% منهم إلى خارج البلدة خشية من عنف الجيش نفسه. هذا ما قاله لوكالة رويترز عثمان البدوي، الأستاذ الجامعي وابن البلدة التي تخشى مصيرا مشابها لما أصاب تل كلخ وجسر الشغور وقبلهما تلبيس ودرعا. فدرعا التي شهدت عنفا غير مسبوق من قبل القوى الأمنية ما زالت تقبع حتى الآن تحت قبضة رجال الأمن الذين اعتقلوا المئات من أبناء المحافظة، وآخرهم الطبيب تيسير الزغبي وزميله من آل أبو نبوت، إضافة إلى المسؤول عن ثلاجة الموت في مستشفى درعا الوطني بتهمة إعداد تقرير كاذب عن الفتى حمزة الخطيب الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب قبل قتله. هكذا إذن تستمر حملات الاعتقال وتتواكب مع تقدم لدبابات الجيش السوري داخل المدن والقرى، ومعهما ينزح الآلاف إلى القرى المجاورة أو يعبرون الحدود إلى مخيمات اللجوء في تركيا يبحثون فيها عن سكون لا تقطعه إلا زقزقات عصافير تحيي فيهم ذكريات عن قراهم. في دمشق المشهد كان مختلفا، الآلاف توافدوا لإعداد أطول علم سوري في خطوة تضامنية مع النظام. لا شبيحة هنا أو مندسين يستهدفون الجموع بنيران أسلحتهم، مفارقة إضافية تتحدث عنها المعارضة. وكي لا تتحول سوريا إلى مخيم للنازحين داخل وطنهم ولاجئين في أوطان الآخرين، جاءت دعوة الناشطين إلى جمعة تظاهر حملت اسم الشيخ صالح العلي أحد الأبطال التاريخيين للثورة السورية. قارع الاستعمار الفرنسي ورفض عرضا لإقامة دولة علوية منفصلة عن سوريا، وباختيار صالح العلي شعارا ليوم الجمعة المقبل، ومن قبله اختيار تسمية الجمعة العظيمة بدلالاتها الرمزية. يسعى الناشطون إلى التأكيد على أن حراكهم من أجل الحرية هو حراك وطني عابر للطوائف والمذهبيات الضيقة، ويسعى لبناء سوريا حرة، سوريا لا مكان للخوف فيها.